نتعرف على انعكاس هذه التحركات على أسعار النفط في السوق العالمي مع ضيفنا أحمد نجم المحلل الاقتصادي. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ مشاهدين، بشكركم على الاستضافة. يعني بالأمس ارتفاع في أسعار النفط تفاؤلا بالاتفاق المبدئي، واليوم انخفاض لتزايد المخاوف. ما حجم التأثير الذي يحدثه قضية سقف الدين في أسعار النفط؟ طبعا يمكن هو الخوف كان من البداية، من حوالي تقريبا الشهر وإحنا بنتحدث على فكرة أن يكون عندها ديفولت من عدم. صحيح. طبعا كان الأسواق مسعرة بنسبة كبيرة جدا أنها يتم التوصل إلى اتفاق بالنهاية، ولكن الاتفاق ده كيف سيكون شكله، كيف سيكون حجم الإنفاق، هل سيتم تقليصه كما يعني يطالب الجمهوريين، أم أن سيكون هنالك حزمة كما طلب بها الديمقراطيين من قبل. بالتأكيد طالما هنالك تفاوض فلن يحصل كلا الطرفين على ما يريدوه، وأظهرت الاتفاق المبدئي على أن هنالك خفض كبير جدا فعلا في الإنفاق، ولكن هو ابتعد بشكل أساسي عن فكرة البرامج الاجتماعية والبرامج الصحية وما إلى ذلك، وبالتالي أصبح ما يطلبه الديمقراطيين موجود، ولكن هنالك خفض. سيكون هذا الخفض في الغالب في قطاع البنية التحتية، سيكون خاص ببرامج رعاية الطلاب أو الدعم الذي يقدم إليهم، فهناك بعض البرامج الأخرى التي سيتم التقليص فيها. موضوع الدفاع سيتم أيضا يعني عدم المساس به خلال هذا العام، ولكن ربما خلال الفترة المقبلة لن يتم بالزيادة التي كان معهود بها من قبل، وبالتالي فإن الطرفين حتى الآن ربما صفقة جيدة، والأسواق كانت تنتظر هذا الوضع، وكانت تنتظر كيف سيكون حجم الإنفاق. حجم الإنفاق قد انخفض، التسعير الطبيعي للسوق أن الفيدرال الأمريكي لن يضغط على الأسواق أكثر من ذلك، وسيكتفي أن هنالك خفض من جانب الحكومة، لأن في مرحلة معينة كنا نتحدث دائما على أن ما يقوم به الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة لن يؤثر بالشكل المطلوب، لأن الحكومة كانت تضخ الكثير جدا من الأموال وخصوصا في مرحلة الكوفيد، فبالتالي كانت الخطوات وهذا كان محور يعني مطالبات الجمهوريين في هذه المفاوضات. طيب هذا على الصعيد الأمريكي، ماذا عن الاجتماع القادم لأوبك بلس؟ ما توقعاتك للاجتماع القادم والتأثيرات المتوقعة للقرار المتوقع اتخاذه؟ هو حقيقي يعني الأصوات تتوقع أن يكون هنالك خفض، هذا الخفض غير معلوم، وأيضا يعني لا يوجد بعض التلميحات أو التفسيرات من جانب بقى يعني المنضمين والمسؤولين داخل منظمة الأوبك من الدول المختلفة، ولكن هو تم التعويل على حديث وزير النفط السعودي، وأنه سيقول يعني لا ينصح المضاربين على أسعار النفط وعلى التراجع في أسعار النفط أن هم يعني وصلوا هذا الأمر، لأن الأوبك ستصدمهم يعني. فهذا الأمر هو موجه بشكل ما للمضاربين أو العمليات السبوت ماركت عموما اللي كانت تشتكي منها الأوبك من فترة كبيرة جدا، ولكن لا يتحدث على فكرة تخفيض حقيقي في الإنتاج، لأن احنا الشهر الماضي شاهدنا تخفيض، ولكن التعويل كان على فكرة روسيا اللي تحدثت على خفض في أسعار في إنتاجها من النفط، ولم يحدث هذا الخفض، ولكن يعني كانت الأسواق أصلا تسعر أن يكون هنالك انخفاض في إنتاج النفط الروسي، لم يحدث هذا الأمر، وبالتالي أيضا أصبح أن المعروض ربما يكون أكثر، ومع الخفض الذي شاهدناه نشهد في الناحية الأخرى تراجع كبير جدا في الطلب، نشهد تراجع كبير جدا في توقعات النمو العالمي. الصين الذي كان يعول عليها لم تؤدي الدور المطلوب حتى الآن، يعني حتى نقول ليس في النصف الثاني، ولكن حتى الآن لم تؤدي الدور المطلوب منها. طب ما الدور المطلوب من منها في هذه المرحلة من الصين تحديدا لتغير من قواعد السوق؟ الصين ليس مطلوب منها دور بالتحديد، ولكن تحدثت على 5.5% معدل النمو، نتحدث على تقريبا اذا تحدثنا على 5% فهذا يعني امر جيد جدا، لان يعني لا اعتقد ان احنا نصل الى هذا الرقم في نهايه العام بهذه المؤشرات التي نشهدها والارقام التي نشهدها، وبالتالي كان يعني التعويل اكثر من ذلك على ان الصين ربما سيكون مع افتتاحها الطلب اكثر بكثير جدا. المشكله الاكثر يعني وضوحا هي ان ليس الطلب الصيني كله موجه لداخل الاستهلاك المحلي أو للتصنيع أو ما إلى ذلك، بل هو موجه بشكل كبير جدا إلى إعادة تصديره مرة أخرى في صورة مشتقات نتيجة للاستفادة من الميزة النسبية لانخفاض النفط الروسي، أسعار النفط الروسي، وبالتالي الهند والصين يعني واضح جدا في موازنتهم على فكرة الاعتماد على هذه اللعبة، وبالتالي يعني لا نتحدث هنا على أن الطلب الأكثر من النفط هو للاستهلاك المحلي أو لعملية التصنيع أو إلى ما إلى ذلك من أنشطة، ولكن هي فكرة إعادة التصدير مرة أخرى. إذن هي فكرة توزيع وتغير فقط يعني
يعني بائعين، اللي انا اتحدث على فكره ان روسيا اصبحت خلاص يعني لا تبيع النفط الروسي الى اوروبا او لعده دول كثيره جدا نتيجه للعقوبات المفروض عليها، ولكنها بدات في استكشاف اسواق جديده يا استاذ احمد. وهنا اسالك عن نقطه، انه هل بتتوقع انه روسيا نتيجه للضغوط اللي بنشهدها عليها في هذه المرحله، نتيجه ل يعني دعنا نقول عدم التزامها بتخفيض الانتاج في الفتره الاخيره كما ذكرت، هل ممكن روسيا استجابه لهذه الضغوط تلتزم هذه المره، ولا ايه المتوقع؟ هي مشكلة يعني ان هي بتبحث عن اسواق جديدة من عدم، وهي نعم بتبحث عن اسواق جديدة لان بعض الاسواق الاخرى اصبحت يعني لا يمكن البيع فيها، وبالتالي اصبحت الاسواق الصينية هي اللي كانت الفكرة اللي بنتحدث عنها، ان الاسواق الاسيوية عموما تستعمل ميزة انخفاض الحصول على اسعار النفط بخصومات كبيرة جدا لاعادة بيعها مرة اخرى، وان هذا الطلب ليس قادم بشكل اساسي من معدل نمو اكثر او تفاؤل في حالة القطاع الاسيوي او الاقتصاد الاسيوي، فكانت هي دي المشكله الاساسيه اللي بنتحدث عنها. اما عن فكره روسيا في ان هي تلتزم من عدمه في الفتره المقبله، اعتقد ان هي يعني بتحصل على فكره الانخفاض اللي بيحدث من داخل الاوبك، ان عدم قدرتهم على تحقيق الكوتا الخاصه بهم، تستفيد روسيا بان هي بتحقق الكوتا النهائيه لمعدل الانتاج داخل الاوبك، ولكن هي لا تلتزم، ايضا عليها ضغوط اخرى لان هي لا تبيع اسعار النفط كما يعني تستفاد به وتبيع بقيه يعني المنتجين الاخرين، ولكن هي تبيع بنسبه خصم كبيره جدا، وهي بالتالي هي يعني في موقف ليس بافضل حال، لان الاسعار هنالك متدنيه، فبالتالي هنالك حاجه الى بيع المزيد من الكميات حتى يتم تعويض هذا الامر. الأسعار أيضا إذا قارناها ما قبل الحرب وما قبل هذه الفجعة، كانت الأسعار أيضا في نفس متوسط الأسعار الحالية، إذا كنا نتحدث على أن الأسعار التي كنا نشهدها عند 90 أو ما أعلى من ذلك بقليل، فالأسعار الآن أقل بكثير جدا ونسبة الخصومات عالية، وبالتالي هي يعني مضطرة جدا إلى هذا الإجراء وهذه العملية. طيب أستاذ أحمد، بما أنه ذكرت مسألة الأسعار، بعض المؤسسات العالمية رفعت توقعاتها لأسعار النفط في المرحلة القادمة إلى مستويات $90 زي ما ذكرت للبرميل، ومؤسسات أخرى خفضت التوقعات لمستويات 70. من الأقرب للواقع من وجهة نظرك وليه؟ هي الفكرة على حسب المؤسسات، هي بتبص على أنهي بيانات، هي بتبص على البيانات اللي بتتحدث على فكرة تخفيف في عمليات التجديد في كافة دول العالم وكافة البنوك المركزية، أما أنها بتنظر إلى أن هنالك مشكلة كبيرة جدا في معدل التضخم الموجود، والخوف أن يتحول هذا الانفليشن إلى هايبر انفليشن، وبالتالي يعني تكون عملية السيطرة عليه خارج النطاق وخارج الإرادة من جانب الاقتصاديين داخل هذه الدولة، لكن هي الأقرب إلى الواقع أن ما زال هنالك لدينا مشكلة، تم الضخ بكثير جدا من الأموال خلال فترة البانديميك، وهذه الأموال التي تم الضخ بها يعني أدت إلى آثار كبيرة جدا وسلبية على الاقتصادات حول العالم، ولخفض هذه الآثار على قدر ما يمكن لابد أن تستمر السياسة التشددية لفترة أطول، وبالتالي إذا نتحدث على السياسة التشددية نتحدث على تراجع في النمو، نتحدث على تباطؤ في حركة الاقتصاد، ربما يقود هذا الأمر إلى بعض من الركود أو ركود عنيف إذا يعني تطلبت ضرورة إلى هذا الأمر، وبالتالي يعني تراجع على أسعار النفط وتراجع عموما على أسعار الطاقة في خلال الفترة المقبلة، هذا إذا افترضنا الأمر، ولكن هي ليه الأسواق بتتوقف ما بين وقت وآخر وتقول أن هذه الفرضية لا تنجح، لأن الضغط على الاقتصاد عموما بيولد بعض المشاكل، بعض المشاكل هذه يمكن أن يكون لها احتواء، وبعض المشاكل الأخرى يمكن يعني إذا استمرينا في هذا المسار لا يمكن احتوائها، مثل ما حدث يعني في أزمة البنوك الأمريكية بعد هذه الأزمة كل التوقعات تقريبا اصبحت تصب في صالح ان الفيدرالي لن يستمر على نفس الوتيره خلال الوقت المتبقي من هذا العام، وبالتالي يعني تغير التوقعات هذا مربوط بشكل اساسي بالازمات والتطورات التي تطرا داخل الاقتصاد العام. طيب استاذ احمد، بما انه حضرتك ذكرت النقطه المتعلقه بالتحول بالنسبه للتضخم من الانفليشن للهايبر انفليشن، توقعاتك الشخصيه ايه لمستويات التضخم في المرحله القادمه بناء على كل المعطيات اللي حضرتك ذكرتها؟ على حسب احنا بننظر الى انهي اقتصاد، يعني هل احنا بننظر الى الاقتصادات المتقدمه، بننظر الاقتصادات الناشئه والناميه، ام ان هنالك نظره عامه على وضع الاقتصاد؟ نظره عامه على وضع الاقتصاد يعني اعتقد ان هذا العام لن يشهد التراجعات الكبيره جدا المطلوبه، هنالك حاجه ما يعرف بالستيك انفليشن، هو تضخم عنيد
هذا التضخم العنيد هو ليس قادم فقط من ارتفاع في أسعار الغذاء وارتفاع في أسعار الطاقة، هذه العوامل يعني يعتبر مستبعدة بشكل كبير جدا من الاحتساب داخل مؤشرات التضخم التي تقاس عالميا، وبالتالي شهدنا تراجع بالفعل في أسعار الطاقة، شهدنا تراجع بالفعل في مؤشرات أسعار الغذاء، ولكن التضخم الكبير موجود في الخدمات، موجود في الإيجارات، موجود نتيجة لأسعار الفايدة أيضا المرتفعة، فهنالك أسعار فايدة مرتفعة أخرى في الأصول ذات الدخل الثابت وأصول وقطاع المنازل والقطاع الخدمي، وموجودة في أجور ورواتب الموظفين تم الزيادة، وهذا يعني النقطة حساسة جدا للغاية في الفترة الحالية، وبالتالي أصبح ما يعرف لدينا بالستيك انفليشن، التضخم العنيد. هذا التضخم العنيد الذي نشهده سيكون تخفيضه يتطلب إجراءات قاسية جدا، هذه الإجراءات القاسية ربما لا تلجأ إليها البنوك إذا كان هنالك ضغط كبير جدا على الأسواق المالية، لأن ما شاهدناه من الإعلان الأخير على فكرة خفض الإنفاق وما شاهدناه من الحكومة الأمريكية في اتفاقها يشير إلى أن سيكون هنالك سحب كبير جدا للسيولة، لأن وزارة الخزانة الأمريكية يعني ستصدر سندات، وهذه السندات ستسحب يعني حيث ما قيل حتى الآن أننا في الشهر الأول ما بين 500 مليار إلى 600 مليار دولار في الشهر الأول، وبالتالي هذا الرقم سيؤثر بشكل كبير جدا على قطاع البنوك الذي هو يعني مهترئ بشكل كبير جدا في الفترة الحالية، ربما يعني يوقف الفيدرالي نوعا ما، وبالتالي تأخذ باقي البنوك حزبه وتتخذ حزبه، وبالتالي ربما يكون هنالك استقرار نوعا ما على مستويات التضخم الحالية، لأن نتحدث على ارتفاع كبير أو انخفاض كبير، ولكن نشهد استمرار لهذه المستويات حتى يعني نشهد بداية العام المقبل، وربما تكون هنالك خطوات جديدة وإجراءات جديدة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد نجم المحلل الاقتصادي على كل هذه المعلومات.